رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روميا، الإصحاح 15. فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب: تعييرات معيريك وقعت علي. لأن كل ما سبق فكتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. وليعطكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. وأقول أن يسوع المسيح قد صار خادم الختان من أجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الآباء. وأما الأمم فمجد الله من أجل الرحمة، كما هو مكتوب: من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل لإسمك. ويقول أيضا: تهللوا أيها الأمم مع شعبه. وأيضا: سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا جميع الشعوب. وأيضا يقول إشعياء: سيكون أصل يسة، والقائم ليسود على الأمم عليه سيكون رجاء الأمم. وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. وأنا نفسي أيضا متيقن من جهتكم يا إخوتي أنكم أنتم مشحونون صلاحا ومملؤون كل علم، قادرون أن ينذر بعضكم بعضا. ولكن بأكثر جسارة كتبت إليكم جزئيا أيها الإخوة، كمذكر لكم بسبب النعمة التي وهبت لي من الله، حتى أكون خادما ليسوع المسيح لأجل الأمم، مباشرا لإنجيل الله ككاهن، ليكون قربان الأمم مقبولا مقدسا بالروح القدس. فلي افتخار في المسيح يسوع من جهة مال الله، لأني لا أقصر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطتي لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل، بقوة آيات وعجائب، بقوة روح الله، حتى أني من أورشليم وما حولها إلى الليريكون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح. ولكن كنت محترصا أن أبشر هكذا، ليس حيث سمي المسيح لألا أبني على أساس لآخر، بل كما هو مكتوب: الذين لم يخبروا به سيبصرون، والذين لم يسمعوا سيفهمون. لذلك كنت أعاق المرار الكثير عن المجيء إليكم. وأما الآن فإذ ليس لي مكان بعد في هذه الأقاليم، ولي اشتياق إلى المجيء إليكم منذ سنين كثيرة، فعندما أذهب إلى أسبانيا أأتي إليكم، لأني أرجو أن أراكم في مروري وتشيعوني إلى هناك، وإن تملأت أولا منكم جزئيا. ولكن الآن أنا ذاهب إلى أورشليم لأخدم القديسين، لأن أهل مكدونية وأخائية استحسنوا أن يصنعوا توزيعا لفقراء القديسين الذين في أورشليم، استحسنوا ذلك، وأنهم لهم مديونون، لأنه إن كان الأمم قد اشتركوا في روحياتهم يجب عليهم أن يخدموهم في الجسديات أيضا. فمتى أكملت ذلك وختمت لهم هذا الثمر، فسأمضي مارا بكم إلى أسبانيا. وأنا أعلم أني إذا جئت إليكم سأجيء في ملء بركة إنجيل المسيح. فأطلب إليكم أيها الإخوة بربنا يسوع المسيح وبمحبة الروح أن تجاهدوا معي في الصلوات من أجلي إلى الله، لكي أنقذوا من الذين هم غير مؤمنين في اليهودية، ولكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين، حتى أجيء إليكم بفرح بإرادة الله وأستريح معكم. إله السلام معكم أجمعين. آمين. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. آمين.
في الإصحاح 15 بيتكلم برضو على علاقة الإنسان المسيحي مع الضعفاء بصفة عامة، وفي الإصحاح ده بيكرر كتير كلمة الرجاء ويكررها في أكتر من موضع. الآية اللي قبل الأخيرة يقول كده: لكي تكون خدمتي لأجل أورشليم مقبولة عند القديسين. بولس الرسول بيطلب أنهم يصلوا وياه عشان خدمته تبقى مقبولة وهو رايح يخدم المحتاجين في أورشليم. أنا أحب أقف وياك عند الآية اللي موجودة في عدد 4، يقول كده: بما في الكتب يكون لنا رجاء. ودي برضو آية أحبك تحطها قدامك، لأن الآية دي تعطيك فرحا عظيما. بما في الكتب يكون لنا رجاء. الكتب اللي هي مقصود بها الأسفار المقدسة. الأسفار المقدسة هو القراءة المتواترة فيها باستمرار، بتقرأ بين العهد القديم والعهد الجديد وبتعيش جوه الإنجيل، دايما يكون عندك الرجاء. والرجاء ينشئ فيك فرحا وينشئ فيك صبرا وينشئ فيك تعزية. من فضلك حط الآية دي قدامك، بل اكتبها على إنجيلك: بما في الكتب يكون لنا رجاء. عشان تعيش الرجاء، الرجاء هو الأمل والنظرة الإيجابية للمستقبل ولحياة الإنسان. مرة يتكلم عن الكتب: بما في الكتب يكون لنا رجاء. ومرة يتكلم في عدد 12 عن رجاء الأمم اللي هو السيد المسيح، وفي عدد 13 يتكلم على إله الرجاء: ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. الرجاء ممكن قوي نسمي الإصحاح ده إصحاح الرجاء، لكن الآية اللي أشرت ليها في عدد 4: بما في الكتب يكون لنا رجاء. دايما كل آية بتقراها، كل سفر بتعيشه، وكل حدث بتتعلم منه في الإنجيل، أنت بيتكون عندك روح الرجاء. وروح الرجاء هي اللي بتجعل حياتك سعيدة، يجعل حياتك في سلام، ودايما لك الرؤية الإيجابية والرؤية الجيدة لكل يوم في حياتك وللمستقبل. تبقى واثق إن المسيح زي ما كان وياك امبارح هيكون وياك النهاردة ويكون وياك بكرة. ربنا معكم.